بنستقبل وفود الشباب اللي يعني انتهت الجولات بيهم على مستوى الجمهورية ل يعني الاهتمام والدعاية لمؤتمر المناخ اللي إن شاء الله هيعقد في نوفمبر بشرم الشيخ. أيضا بيتزامن مع إطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية بالمشروعات الذكية الخضراء على مستوى الجمهورية واللي شاركت فيها محافظة القاهرة حتى الآن بأكثر من 400 مشروع بإذن الله. طبعا ده استلزم يعني ان جميع الجهات على ارض محافظة القاهرة وليس محافظة القاهرة فقط ولكن جميع الوزارات والجهات المعنية وايضا والاهم مشاركة الشباب والمجلس القومي للمرأة. وصلنا حتى الان اكثر من 2000 مشروع من كل الجمهورية من كل مصر من 27 محافظة، وده طبعا مشروعات هامة جدا في مجالات الحفاظ على البيئة واستخدام التكنولوجيا. والمبادرة يعني تعتبر نقلة نوعية في تقديم المشروعات في مصر، نقلة نوعية تجاه الاقتصاد الأخضر واستخدام التكنولوجيا والحفاظ على البيئة والتخلص من المخلفات بطريقة آمنة والطاقة المتجددة. عايزين نوعي الشباب ونصحح مفاهيمهم المغلوطة عن أي حاجة، نقول لهم أي حاجة تشوفها أي حاجة تسمعها تسأل نفسك أنا ليه سمعتها في الوقت ده وليه سمعتها دلوقتي وليه وصلت لي. ما تاخدش أي حاجة وتشير وخلاص، لا، أنت مسؤول، أنت اللي بتصدر صورتك عن بلدك، فأنت لازم تكون مسؤول وتتحرى الدقة شوية في اللي أنت بتشاركه. احنا النهاردة في المؤتمر القومي بتاع COP27، الكرنفال ده بيلف كذا محافظة، المحافظات دي بنبدأ منهم من القاهرة، بنعرف الناس على الأماكن الخضراء، بنوعي الناس بأهمية الزراعة، وبنفهمهم إنه المفروض إن احنا نرجع تاني زي الأول، إن مصر تزدهر في الزراعة زي زمان.